في البداية أود أن أشكر جميع يعني الإعلام على التواجد ديالهم معنا اليوم في هذه الندوة الصحفية اللي غادي تأتي الانطلاقة يعني الرسمية ديال تظاهرة ديفوكس إن شاء الله اللي غادي تنظم في أكادير يوم 4 أكتوبر، واللي إن شاء الله غادي تكون تنتمناوها إن شاء الله تكون بادرة خير فيما يخص التنمية الرقمية. إن شاء الله الرقمنة غادي نعطيو لها واحد الأهمية قصوى في البرنامج التنموي ديالنا، لأن حنا واثقين بأنه غادي تكون الرقمنة هي المستقبل ديال التنمية الترابية. عندنا مشاريع كثيرة ما يخص المنظومة ديال الرقمنة، غادي نتمناو إن شاء الله يعني غادي نبرمجوا هذا الشيء خلال يعني الاجتماعات ديالنا داخل المجلس، باش إن شاء الله تكون الرقمنة من بين أولويات ديال المشاريع ديالنا. تنتمناو إن شاء الله النجاح للإخوان المنظمين، وتنتمناو ان يعني جميع الفاعلين الجهويين يعني يتفاعلوا مع التظاهره، لانها اولا غتعاوننا في التسويق الترابي والمجالي ديال الجهه ديالنا، وغتعاوننا باش نجلبوا المستثمرين اللي تستمروا في المجال ديال الرقمنه. هاد تظاهره ديفوكس اللي عندها واحد يعني معروفة على صعيد دولي، بغينا تستقر إن شاء الله في أكادير، وبغيناها إن شاء الله باش تكون هي السافرة ديالنا على الصعيد الدولي فيما يخص الرقمنة. وشكرا لكم.